تعالوا اعمل لكم النهارده حاجه شبه بنت خالة الضفيره كده. هي مش ضفيره بس هي شبه الضفيره بالظبط وسهله جدا وبسيطه. النهارده يا جماعه قبل ما نبتدي الحلقه انا عايزه اسالكم سؤال. فاكرين زمان لما كنا واحنا نازلين المدرسه مامتنا بتقعد تعمل لنا ضفيره وتشدها جامد وتوجعنا، ولا يا مامي الضفيره معوجه، لا مشدوده من هنا، ونقعد بقى خناقات، وكان الرد على معاناه الضفيره ان الضفيره بتطول الشعر وبتقل الشعر وبتحفظ الشعر وكل الكلام ده. فانا يا جماعه عايزه اسالكم سؤال النهارده، هل الضفيره فعلا بتطول الشعر وبتقل الشعر، ولا ده كان كلام يعني احنا حافظينه زمان وامهاتنا كانوا بيقولوا لنا وبيضحكوا علينا؟ عشان بس في ناس بقى كانت بتعمل الضفيره لو شعرها طويل عشان بتخاف من الحسد، فاحنا عايزين نعرف بقى المعلومه دي يا جماعه. عموما يا جماعه لو الضفيره فعلا بتطول الشعر وبتقل الشعر والكلام ده اتثبت صحته، تمام اعملوها، بس ما تشدوش على شعر ولادكم قوي. لو الكلام ده بقى مش صح وانتوا بس عايزين تعملوا ضفيره شكلها حلو ولطيف، وفي ناس ما بتعرفش تعمل الضفيره لانها طبعا بنضطر نقسم الشعر لتلات اجزاء ونقعد نجيب من هنا ونعمل من هنا، فانا النهارده هعمل لكم ضفيره هنقسم شعرنا الاثنين بس، وسهله قوي وحلوه قوي وجميله جدا، بس هي ملهاش فايده زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان. تعالوا بقى نبتدي واوريكم هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسرح شعرنا طبعا، تمام، وهنقسم شعرنا الاثنين، نسرح كل جزء كويس. تعالوا نبتدي من الناحيه دي، انا بحب الناحيه دي. اول حاجه هنجيب خصله كده، تمام. على فكره احنا عملنا الشكل ده قبل كده، بس اللي من تحت بقى هيبقى مختلف تماما. هنجيب الخصله دي، المفروض تكونوا اتعلمتوها بقى، ونجيب خصله تانية من الناحيه دي عشان نعملها من فوق، يعني هنعمل الضفيره من فوق. ناخد خصله تانية نحطها، وناخد خصله تانية من هنا كده، وبعدين ناخد خصله تانية مع الشعر اللي فوق ده، ناخد معاها خصله تانية من اللي تحت ونحطها تاني ورا، ونمسك اللي فوق ناخد خصله تانية، وهكذا ناخد تانية خصله. هنقعد بقى ايه نلولوها كده. بعد ما خلصنا بقى الجزء اللي فوق اتبقى معانا خصلتين، هنلفهم بالشكل ده. معلش انا اسفه على اللي هعمله كده. نقعد بقى نلفهم كده نلفهم كده نلفهم كده ونلفهم جامد عشان لما هنسيبها في الاخر هتفك شويه. وبكده نكون خلصنا وقضينا تماما على معاناه الضفيره. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم، وتقولي لي الكلام اللي احنا قلناه في الاول صح ولا لا، وتكتبوا لي في الكومنتات، وتقولي لي برده عايزين نعمل لكم ايه المره الجايه.